طولنا هي روما بها شو نقول لك. روما عز بلاصه هي روما بالنسبه للخبز غادي خبزه 600 طول تاعها. جي ولات غادي عباد تعيش كانت عايشه في الارجنتين. ها؟ قلت له قبل كنت نلعب معاه في الكوره. كنت لعبت كوره سنة قبل؟ لعبت كوره بالكدام في روما. كيفاش لعبت؟ روما لعبت مع الانجليز. انا عام هذي. الوقت نتاع الكوره اعطوني مليارات ونص. هكا ستة بوتوات ماركات بالراس. ها؟ ماركات بوتو الاول مصور. ها؟ بالراس. بالراس. ها؟ والثاني والثالث والرابع بالراس مصور. والماركين من البوتوات ركنية. ها؟ شوت ركنية نخط عليها الماركات. ها؟ وقت الماركات البوتو الاول. مرة قالوا لي الكورة خرجت خلطت ماركات من الكرادان. الكورة خرجت شايف كيلومتر خلطوا عليه في التراك. جابوا كورة وجول. مع بعض. ها؟ رجعوهم للستاد. جيني الكورة ركنية. تطلع الكورة من هذا حد هبط من هذا الثاني يستنوا فيها الستاد. انت شطها؟ شطها نزلت في الاهلين هنا المسخون الكورة بسيطة والشوطة قوية. شدت فيها في الاهلين هبط من هذا الثاني في وسط الفرص كثيرة. وانتم قاعد تستنوا في الكورة؟ قاعدنا نستنى في الكورة حتى اليوم اغنية كما فريق المجد وفريق الحرية. بعد قالوا لي تو باش تبقى بحذانا هنا في روما عزمت الجمعية. ايه. قلت والله يبارك. قعدت بحذانا غادي في روما